السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا صفحة العفو عندنا المهمات في يونت 3. نبدأ هنا، من أقرأ أنا أقرأ حسب يعني الصفحات وأشوف الأي بي الأكتيفيتي بوك، يعني أقرأ كتاب وأكتيفيتي بوك. هنا هذا أشبي سبورتس سنتر، هذا المركز الرياضي في منطقة أشبي. أشوف هنا عندي أنواع الرياضات، أركز على الأفعال والرياضات. مثلا اكو بعض انواع الرياضه تاخذ بلاي، مثلا بلاي فوتبول، بلاي تنس. اكو بعضها لا، سويمنج ياخذ جو قبله، مثلا جو سويمنج، جو هورس رايدنج الى اخره. اكو دو، الفعل دو يعني ايضا ياخذ ويا بعض الالعاب مثل الجودو، الكاراتيه وهكذا. فهذني اركز عليهن خفي جني فراغات. زين، هذا صفحه 32 يقول لي ايش قد عندي اي بي 36. اروح على الاكتيفيتي بوك صفحة 36، أشوف هذه مثلا أكتب أنواع الرياضات. هذه مثلا ران جامب ثرو أتلتكس، خاف تجيني أركز على هذا التمرين، خاف تجيني فراغات. أوكي طيب تمام، هاي صفحة 36. نروح على الصفحة الأخرى بالهذي تايم تيبل، هذا الجدول الزمني متكلم يعني عن الأمور. أوكي هذه بالنسبة لي هنا التملك، التملك يعود للمفرد، ولكن هنا المفرد مفرد والجمع، هنا من يجمع يكون اسم، يعني الجمع يكون شاذ. ثان مان مين، وومن وومين إلى آخره، و تشايلد تشيلدرن. الأس يكون نفس حالة المفرد. هذا إن شاء الله نشرحه بدرس مستقل. طيب هاي صفحة 33، ايش بيها؟ بيها اوكي ال اي بي 36. ايضا اروح على الصفحة اللي وراها لندن 2012، هذه اقراها مع ترجمتها، وعندي عليها اكتيفيتي بوك صفحة 40. اوكي امر بهذه ايضا هذه الحلول اكتيفيتي بوك. عندي هذا التمرين ايضا اشوفه، مثل ما قلت لكم مثلا الفولي بول تاخذ مثلا بلاي الى اخره، الهورس رايدنج تاخذ جان الى اخره. امر عليه هذا التمرين ايضا مهم بالنسبه لي الالعاب. هذا هنا اكو سبيلنج، اكو خطا بالسبيلنج، خاف يجيني مثلا بالامتحان. هذا الاصفر في خطا وهذا الاسود الشكل الصحيح. طيب هذا نشاط بالصف، عندنا نمبرز، هذه صفحة. اوكي العفو، هذه هاي اسئله على لندن، هاي الاولمبياد لندن، يعني الفراغات اللي تكون تجي عليها صفحه 40. طيب نعبر على الصفحه اللي وراها. اوكي ايضا صفحه 40 تمام. اوكي شلون كيف قراءه هذه 9.6، خاف يجيك هذا بالامتحان مثلا، يعطيك الرقم ويريد من عندك كتابة، أو بالعكس مثلا فأنت تحاول تحفظ للرقم هذا 9.63 سكند إلى آخره. أوكي changes التغييرات. أوكي هذا تجي على ال هاي ال used to، اعتدت أن أكون مثلا فلان شيء. I used to هنا طبعا هذه نوع بها نوع من القواعد، هاي تحفظ ياهن مع القطعة اللي هو شلون يريدها. نشوف هذه مثلا هو بالاكتيفيتي بوك صفحة 41، اشوفها هنا 41. اوكي امر على هذا التمرين ايضا، اشوف باست في الماضي وناو الان. اوكي نعم رابط لي ببات وبات، ولكن هو الان هكذا، كان معتاد على فلانشي ولكنه الان يفعل هكذا. هذه القواعد مال ال used to و used to have، اعتاد على ان يكون، يعني هاي مثلا تتكلم عن يعني شلون تجي الجمله بالماضي، جمله تكون عاده هي used to يعني الحدث كان بالماضي، لكن ورا ال used to يجيك فعل مجرد خالي من اضافه، but now بس سياقه وكانه يعني بالماضي، لكن but now ولكن الان، يعني اكو فلان شيء بالمضارع، يعني تكون الجمله بعد but يعني في حال تتكلم عن المضارع، لكن هذا الجملة اللي قبلها تكون تتحدث عن شيء
اعتاد عليه الشخص used to اعتاد على أن يفعله مثلا في الماضي ولكنه الآن يعني غير شكل وهكذا. have fun with words هذه تستمتع مع الكلمات، هذا طبعا هذه الكلمات المربكة هاي عادة اللي تصير اللي هي هذه التانج تويستر، تانج تويستر هذه اللي تصير يعني عادة شوي مثل الكلمات تشبه بما تقريبا ما لها ذاك المعنى المعين، فبس لمجرد المتعة والاستمتاع بالكلمات وكيفية نطقها بشكل سريع وأشبه يعني أشبه موضوع ممتع إلى حد معين. راوند أب تجيك الراوند أب مراجعة لأهم القواعد اللي جرت وصارت بهذا اليونت. عندك بابا باسن ذا ايس كريمز القصة طبعا هذه والأسئلة اللي عليها طبعا انا شارحها ومترجمها اكو أسئلة عليها ضروري انت تتابعها تشوف الاي بي مالتها الأسئلة والأجوبة اللي عليها الاي بي الاكتيفيتي بوك صفحة 47 تشوف هذه اذا نشوفها هذه التكملة مالتها اعزائي. هذا تمرين ايضا اللي هو صفحة 44 هذا مهم ادير بالي عليه هاي القواعد اللي بالمضارع والماضي والتصريف الثالث اخاف تجيني هذه مهمة هذا مهم جدا مهم جدا. ايضا هذا التمرين على الدو والبلاي والجو بالنسبة لي انواع الرياضات وانا حاكي عليها طبعا هاي فيرب خاف تجيك هذه انتبه على ذني بعض التمارين مثلا هذا فيرب فعل وهذا اسم وهذه ادجكتيف صفة compete يتنافس competition منافسة competitive متنافس race سباق race يتسابق race سباق نفس الكلمة لكن هذه فعل وهذه اسم وهكذا هاي تشوفن عز الطالب مثلا هو شلون يجيب الكيان compete competition race مثلا بالامتحان جاب لك competition يعني جاب لك فعل باسم تمام انه جاب لك شنو جاب لك هاي الكلمه ونطاق فراغ فانت شو تخلي نفس الكلمه لانه ايضا الناون ايضا هو الاسم مالته هو نفس الفعل لاحظ اذا جاب لي مثلا كومبيتيتيف جاب لي الفعل مثلا وجاب لي الصفه فاني اخلي ريس واخلي ريسينج لاحظ خلي هذه فياهو اللي مالته احفظ هذا العمود هذا مثلا العمود يعني اللي الكلمة اللي تتوافق معها الكلمة احفظها فعل اسم وصفة وياهي الكلمة اللي يعني اللي يجيها مثلا نان ماكو مثل confident confidence confident واثق من نفسه ثقة وهكذا اوكي يعني هاي ممكن تجيب لي كلمة اسم وتجيب لي صفة فاني احفظ الاسم والصفة وهكذا اوكي. هذا التمرين اشوفه خاف توزيع كلمات عادة يعني من زمان هذا صار لسنين مثلا هاي الطريقة توزيع الكلمات بالفراغات تجي حسب المعنى اكثر شيء فاحفظ الكلمات اللي موجودة اوكي. Practicing these words تدريب على قول هذه هذا خاف يجيني هذا شلون يجي مثلا جاب لي هذا وشون مثلا كيفية كتابته مثلا ممكن الرقم وكيف شلون ينطق اوكي فاني ايضا احفظه هاي بالنسبه للسنين والاوقات وهكذا مثلا الوقت شو شلون يجي فايضا اتدرب عليه اوكي. اوزان ما اوزان كيلوغرامز يعني اوكي هذه البونكتويشن مهمه البونكتويشن كيف اخلي هذه كيف اخلي الكوما هاي الفاصله العليا اوكي الفاصله العليا والفاصله السفلى اوكي هذه طريقه ان شاء الله هاي اشرح لكم اياها. ستوري القصه طبعا هذه هاي شويه خاف تجي هذه مرادفات ديفينيشن مرادف سمثينج ان شيء غير متوقع شنو هو سربرايز مدهش او مفاجئ يقف في طابور من يقف في خط طابور من الناس شنو كو يقف في الصف كو يصطف يقف في الصف كورت ناتج ملعب ملعب للتنس مثلا اوكي فهاي احفظها ادير بالي عليها خاف تجي زين. اكسترا اكتيفيتيز فعاليات اضافيه هذه ايضا احد التمارين هذا توزيع الكلمات هذا مهم اوكي. اكتب الاشكال الصحيحه للافعال هذه خاف اضبط الافعال هاي اللي موجوده اوكي.
هذا مهم جدا، هذا تيك بليس هابن، تيك بليس ويل هابن، اوكي توك بارت ان، يشترك فيه، كومبيت ان جيمز، ميدالز، وات جينر، وات ذا وينرز جيت، هذه مهمه جدا جدا، ركز لي عليها، هذه المرادفات. طيب انزل جوا، هذه خاف تجي طبعا اسئله على الاولمبيك جيمز، علم العلم الاولمبي، العلم الاولمبيك فلاج، العلم الاولمبي، اوكي هذه هذا التمرين ايضا احفظه يعني، بس اشوف السؤال وكيفيه الاجابه عليه، مثل ما قلنا التواريخ والسنين، مثلا هاي 1981، هاي خاف يجيب لي رقم ويقول لي كتابتها، اوكي وهكذا. طيب هذه شبيهة، هذه ممكن صفحة قد صفحة 52، هذه اللي هي آخر صفحة، هاي ايش اقدر اختار منها، هذا هو نشاط يكون بالصف عادة، homework opposite of beginners مثلا، معاكس أقدر، تقدر هاي شلون تقرأ مثلا، هاي تقدر تلخص انت او المدرس يلخص لك، او تلقي ملزمة opposite معاكس beginners، شنو advance هاي معاكس، هاي معاكس هذه الكلمة، the end of the game، خاف تجي هني هاي فراغ، شوف انتبه عليها، هذا خاف يجي فراغ، اوكي نين سكور، خاف يجي فراغ انتبه عليها، the last game in the competition، شنو هي مثلا احفظهن، الفاينل النهاية، اخر لعبة في المسابقة، اذا عكس كلمة win، اربعة عكس كلمة win، lose مثلا خاف تجيني فراغ، يخسر ربح او يربح او يخسر وهكذا، it comes after first، تأتي بعد كلمة الأول، شنو هي كلمة second الثاني، أوكي وهكذا، opposite of lose to، يخسر معاكس كلمة يخسر مثلا هاي سبعة، beat يدحر أو ينتصر على، وهكذا أوكي، فهاي انتبه عليها، انتبه عليها، خاف تجيني اختيارات، انتبه عليها، خاف مثلا من هذه ممكن يجيب لي اختيارات على شكل فراغات أو توصيل، أو شلون هو المدرس يعني يتفنن بال الامتحان ويجي، فاني استعد لكل شيء يعني، اقرا كل شيء حتى استعد لكل شيء، احنا كنا هالشكل ما كنا بعمركم، اقرا كل شيء من اجل ان استعد لكل شيء يعني، مثلا هسه هذه شلون ما يجيبها، opposite of beginners معاكس كلمه مبتدئين متقدمين، فيعني شلون جاب ليها فراغ انا حافظها، جاب ليها معاكسه، جاب ليها توصيل انا حافظها، شلون ما هذه الفكره انا حافظها، شلون ما تجيني هي تجيني، انا اعرف شلون اجاوب عليه. هذا اهم ما باليونت الثالثه اعزائي، تقبلوا اطيب تحياتي والتقيكم في درس قادم والى اللقاء.